نحييكم على شاشة التلفزيون اللبناني، ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هنا. اليوم صنفنا هو الدجاج بالزعتر والفاصوليا، فأكيد عم نحكي عن الفاصوليا العريضة. شو بدي من مكونات؟ بدي 600 جرام صدر دجاج، بصل أخضر حبة عدد 4 أو 5، فاصوليا عريضة 300 جرام يابسة ننقع بالماي قبل ساعة ساعتين بكفي، جزر بدي 400 جرام، زعتر أخضر بدي نص باقة، ملفوف أحمر للزيني بدي 4 أوراق، ومع استعمل ورقتين ثوم حص أو 2 حسب كبره أو 3، سمسم 20 جرام أو ملعقة ونص كبار، زبدة شرحة، ملح وبهار أبيض. بدنا نشوف شو ما نبلش. منجيب سطوار على طول، قنينة الغاز لازم تكون مسكرة وبالأخص بهالشو على طول دل حساسي. منحط الزبدة، السطوار، ومنجيب ملعقة، ومنحيي كل اللي عم يحضرونا بهالشوبات الحلوين، وبالأخص كمان بالجبل لأنه كمان في شوب بالجبل، مش بس بالساحل صار في شوب، وين ما كان في شوب. تحياتنا لإلهم. منجيب نلبس كف ونبلش بالبصل. بس تذوب الزبدة يحط في النار. هاي البصل نشيل منه شلوش، منقطع هيك وبفرمه امين سامن إلا هاي الطريقة. وهي أكلة سريعة، إجا لعندكم حدا فجأة ومحتارين شو بكسهولو فيكن سووها كتير طيبة. وهيدي كتير خفيفة منها هالأكلة، دسم كتير للشوب، كتير مناسبة معنا. تاخد بصل منيح طيبة مع البصل الأخضر، ونحن ما بنعرف البصل الأخضر يؤكل ني كمان، عشان هيك لو كترنا ما بتأثر كتير على الأكلة. نرجع ندور النار، منحط البصل، هيتقلى هلا هودي، منقص بهالشكل،
فيه خلي، شوي من روس البصل للزينة، هيدي هربانة كانت منحرك منضيف البصل منحركون، نجيب صحن نحط عليه الملعقة، هو والبصل عم يتقلى، نجيب طنجرة صغيرة ناخد اتصال. ألو ألو بونجور 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 انتون. نعم الشيف انتون معي. لا ما شيف انتون يا اختي، بنجيب مختار، الشيف انتون معي. كيف الصحة؟ كيف هالشوبات؟ والله انا الصحة منيحة بس شوب كتير معي، شوب كتير. شيف انتون بدي منك شو اسمه هيدا ال شو اسمه؟ اسمها انقطع الخط. ونسلق الفاصوليا ومنحرك البصل. هون البصل ما بدي يتقلى كتير، شايفين هيك بس. هلا بضيف لإله حص ثوم، بير او اثنين صغار وسط، منحرك شايفين اوين بيدبل البصل، حطي على حدا، بنجيب خشبي ومنقطع عليها قطع دجاج ومنضيف قطع الدجاج على البصل الأخضر مع ثوم، منحركن من قصة لشرح صدر الدجاج بالطول على عرضه، وبرجع بقطعهم بهالشكل.
هلا لي منسميها دجاج بالزعتر مع انه فيها جزر فيها بصل، ولكن النكهة بتكون طالعة مع الدجاج هي نكهة زعتر، لأنه الزعتر يضري بنكهته على كل المكونات يلي بتكون موجودة، من شان هيك سميناها باسمها. ناخد اتصال. ألو. بونجور. بونجور شيف. بونجوريني، أهلا وسهلا. أضحى مبارك لك ولكل الشباب. علينا وعليك وعلى الجميع، ينعاد عليكم بالصحة والعافية وكل أضحى وبخير. الله يخليك شيف. أنا بليز بدي أسألك شغلة. نعم. بالنسبة للملوخية غسلناها منيح وفرشناها عشراشي ثلاثة بيض، كم يوم بدها بمجرى هواء تصير أوكي لتنشف؟ اي نعم. سبعة ثمانة أيام بمجرى هواء مش بالشمس، ما بدها شمس أبدا. أوكي. السؤال الثاني شيف، بنقدر نحتفظ فيها بمرطبين إزاز بدل إذا ما عندنا كيس قماش هيدا الخام؟ نعم. ومنسكره عادي؟ بتسكريه عادي. نعم عادي. وكل كيلو ملوخية خضرة تقريبا قديه بيطلع يابس بالوقية؟ 150 جرام. أقل من وقية يعني؟ أي أقل من وقية. طيب شيف ممكن بعد سؤال؟ ولو تكرم عيونك، أسألتك حلوة. الله يخليك. عندي كشك بالبراد حطتهم بمرطبين إزاز كبير. نعم. بس صارلهم سنتين عندي. أسبوع الماضي عملت فيهم منقيش والطعم ممتاز، يعني إنه ما في شيء مغير. نعم. شو سؤالك؟ هل فيه استعملهم أو لا؟ استعملتهم، أنا عملت فيهم، بس إنه شو عملت صح ولا خلص تكبون ولا شو؟ لا لا لا، ما بتكبيهم، شمسيهم نهار كامل. نعم. مع هالشمسات الحلوين اللي عم يطلعوا. نعم. ورجعي حطيهم 3-4 ساعات جوات البيت قبل ما تسكريهم أو من عشية يكون. نعم. جاي حطيهم بالمرتبان وجاي حطيهم بالبراد وبيهدوا عندك 5-6 أشهر راكن بعد. الله يخليك. ميرسي يا شيخ. تكرم عيوني. ميرسي. تكرم عيوني. تكرم. باي. هون عم نقلي الدجاج. هون بنحط ملح للفاصوليا. في ناس كتير بتسلق الحبوب بلا ما تحط ملح، هذا غلط. ومناخد اتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. أنا معك قبال من الكويت، بس أنا في قرنايل. يا أهلا وسهلا فيكي، وتحياتنا لكل أهل الكويت الشقيق. الله يسلمك. تسلم. شو بساعدك مدام؟ الله يخليك. انت سويتوا حلقة حق الفلافل ما شفناها، ليش يكون فيها إعادة؟ ما فهمت عليك. في سوا شفتوني حلقة سوا فيها فلافل، حط فلافل بالبراد؟ لا 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 لا، هو سوا حلقة فلافل. إعادة حلقة الفلافل. يلا تكرم عيونك. يلا نحكي. يلا تصير فيها إعادة. يلا نحكي لمدير البرامج أستاذ هيثم كالوت ونخلي عيدة. تكرم عيونك. يعطيك العافية. تسلمي. تحياتنا لكل أهل الكويت. الله يسلمك. الله يوفقك. شكرا. شكرا. على عافيك عيوني. أصبح صرنا الدجاج والبصل كيف صاروا، هلأ بنرجع نشتغل مع الجزر. في شغلة مهمة لازم تعرفوها البعض، في ناس كتير بتعرفها، انه الكف وقت بنلبس كف مش معناتها بقى نلبسه لكل الاستعمالات، يعني مشتغل فيه لحمة، مشتغل فيه دجاج، مشتغل فيه جزر، مشتغل فيه مننقي فيه حمص وبقدونس للتبولة، واوقات بنلم الزبالة فيه، لا كل شيء بمحله بده يستعمل.
ناخذ اتصال. الو الو، يسعد لي هالمساء يا راد. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي، كيفك؟ ماشي الحال كتخر الله، مين معنا؟ بس حلو، بعرف اذا بدهم ينقلوا البتنجان عندي بالعائله انه ما يشرب زيت، شو العمل؟ العمل انه تدهن المقلايه بالكلينكس بالزيت، تدهنها بالكلينكس بس المقلايه بالزيت وتحطها على النار وتكون المعدن سميك وتشويها على النار، تشوي وما بتشرب زيت. ماشي، شكرا لك. تكرم حبيبي، تكرم. الجزر منضيفه على الدجاج والبصل الأخضر والثوم. هون بلشت تغلي الفاصوليا، بنغطيها. ناخذ اتصال. الو الو، بونجور شاف. بونجوريني، اهلا وسهلا فيكي، يعطيك العافيه. هلا فيك عيوني، فلستني اسالك سؤال. اكيد شاف. اذا عنا مناسبه وبدنا نحضر الورق عريش عبكير، فينا نطبخهم ونحطهم بالفريزر؟ نعم. نرجع ننزلهم وقتها بدنا ناكلهم؟ نعم نعم فيكي. اوكي، ميرسي كثير شاف، تكرم عيونك. تكرمي، ان شاء الله كل ايامك مناسبات حلوه. حطينا الجزر فوق الدجاج، هلا منضيف فوق منهم الملفوف الأحمر ومناخد اتصال جديد. ألو، يعطيك العافية. على عافيك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. معك لي عم بحكيك، أنا طالب على عندي تقديم السنة بالاختصاص الفندقية، بدي أخذ منك نصيحة. ما فهمت عليك شو معك. طالب انا عم بحكيك، عندي تقديم السنة. تقديم فندقية. نعم نعم، بدي نصيحتك، بدي منك نصيحة. نصيحة إلك ولكل التلاميذ الفندقية اللي بدو يتخرجوا. أول شيء، محل ما بتروحوا تشتغلوا كونوا أمناء وبتحبوا العمل من قلبكم، حافظوا على المهنة وعلى المواد اللي عم تستعملوا فيها كأنه الشيء لإلكم. لو ما عجبكم الشغل بتعطوا انذار لصاحب العمل وبتشتغلوا لاخر دقيقه، بترمي المديه اللي بتسمح لكم فيها لتتركوا الشغل بضمير مهني حي وضمير صادق. هيدي اهم نصيحه لتصيروا بالمستقبل ابضيات وتتعلموا وبتصيروا كل الناس الى ثقه فيكم، وشوي شوي تقووا بالمصلحه بتصيروا ابضيات. ماشي، مشكور كثير. بتمنى لك النجاح حبيبي. مرسي كثير لك، يعطيك الف عافيه حبيبي. تسلم، مرسي. هالملفوف الاحمر حطه فوقهم،
حط فق منهم السمسم هالسمسم محمص، وإذا أنتو كان ناي عندكم بمقلية مش ضروري بقلب الفرن فينا نسويه وتكون نحمصه بالمقلية على الناشف. هلا ما نشتغل شوي بالزعتر، ناخذ اتصال. يعطيك العافيه بكل شيء عم تعملوا. تسلمي تسلمي كلك ذوق. امبارح جربت الاربان اللي قلت لنا اياه عنه اول امبارح. نعم. يسلم ضياتك على هالوصفه الحلوه. تسلمي صحة وانا وضلك بصحتك وضلك تعملي اربان. ممنونين عينك. تسلمي عيوني. الله يخليك بعافيتك. شكرا ميرسي لك، ميرسي على اتصالك الحلو عيوني. يا هلا. هلا فيكي، شكرا عيوني. هون إلنا هودي بنزين فيهم. هلا الزعتر مغسل 4-5 مرات، منشوف العرق الكبير منشيله، وهي بتعطي مثل ما قلنا نكهة الزعتر بقلب الدجاج والفاصوليا. وفينا نورقه توريق، هذا نوع تاني من الزعتر جايين مع بعضهم، وفينا نورقه توريق وفينا نستعمله مثل ما عم نستعمله هلا مع طلوع صغيري، لأنه هلا بيصيروا كلهم سوا بقلب الطنجرة. جبناها جديد الباقة بس ما في أحلى منها بالسوق، كله هيك. ويا ريت بيرخصوها، بضل محافظة على سعرها، يعني المنيحة والمش منيحة تسعرت هيك بتضلها هيك. ومناخد اتصال. ألو سيف أنتوان؟ نعم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي. بس بدي أسألك سؤال. شو هالصوت الحلو؟ خيو وابن خيي جايين من كندا، ما بياكلوا دجاج، بياكلوا فيليه. فيني أعمل هيدا اللي عم تعملها بالفيليه؟ أوه أكلي أكلي بتطلع. بس ما بيطلع لونها أسود، لأنه اللحمة سودة. اللحمة سودة؟ إيه. تستعملي محل الملفوف الأحمر. ملفوف أبيض. ايه بس اللحمة والدجاج يعني دهتة اللي بصل وتوم و... ايه شو على تحطي اللحمة فيليه ما بيأثر فيليه بقطع مثل ما قطعت الدجاج نظبط 100% بس ما بيطلع هلا ما بعرف يعني بعد ما شفت طنجرة الفاصوليا كيف بدك تقلبها فوق هلا بتشوفيها كيف تطلع لانه كتير بحبوا الحبوب بس باللحمة باللحمة مش بالدجاج هيدي الحبوب هاي الفاصوليا طيب. عم تستوي وانا يعني. ما عندي هلا ما عم بلاقي زعتر اخضر فينا احط زعتر عندي زعتر ميبس اخضر يعني مش زعتر تبع المناقيش لا نعم. زعتر فينا احط فيك تحطي زعتر بس مكتوف من سباقه بقدونس معهم قد ايه بدي شو معليه بدك تحطي زعتر يابس اذا ما توفقتي بالزعتر الاخضر ايه بس بدك تحطي نص سباقه بقدونس معهم نص بيت بقدونس وبطفي النار لانه البقدونس تعطينا اللون الاخضر لتعطيني اللون الاخضر طيب كيف انا ما تميز سواد كيف بده يضل عندي اللون الاخضر؟ بنحطه اخر شيء اخر شيء بعد ما اكون قليت اللحمه مع البصل والثوم والجزر والزعتر اليابس وحطينا الزعتر وحطينا الفاصوليا
هلا بعد ما انا ما شفتك كيف عم تحط الفاصوليا، بعد ما حطينا لك وين الفاصوليا هون. ايه اوكي. هلا بدك تصفيها ودغري تنقلها فوقهم. مزبوط. ايه بس قل لي هيدي الفاصوليا يابسه ولا خضرة؟ هلا اصولا خضرة، اذا ما لقيتي خضرة بتجيبي يابسه بتنقعيها 3 ساعات وبتسلقيها. 3 ساعات بنقعها بكربونات ولا لا؟ لا بلا كربونات ولا شيء، بس 3 ساعات بمي نظيفة ولا شيء. نعم اوكي. ثانك يو شيف، تكرم عيونك ويجيب السلامة وتعملي له ما هيك. وعيش جايين لعند بكرة ومن عارفة بحبوا هالاشياء. حبوب حبوب. نعم ما هي حبوب، في حبوب ما كلها فاصوليا. ايه ايه يعني بلا ما اعمل مجدر مثلا. معك حق. لا دايما بنعمل مجدرة وعدس مظبوط وبرغ بندورة. بس كان بسألك ايه، انه انا ما عندي زعتر اخضر، حط زعتر هيك وبجيب كم عرق بقدونس اخر شي بفرمه. برافو عليك. وانا عاوز زعتر اخر شي هستعمله. ايه بعرف، بس انا ما منلاقي زعتر. رقة ما عم نلاقي. ايه ما في على الشوب. يعني شي بقرف على الشوب. ايه عم يهتروا ما عم بيبيعوا كتير. بس المهم هاي الفاصوليا اليابسة اذا جبتها ما ضروري احط لها كربونات. عيني كل الحبوب ممنوع بس ننقع نحط معها كربونات. لا الحمص انت معلمنا بس مش ننقعهم نرجع من ايمون ومنرشهم كربونات. برافو. انت معلمنا. اوكي بس ما نقعناهم بالمي. لا 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 لا. ايه؟ لا ما انا عم بحكي، برجع بقول كل جميع الحبوب ممنوع ننقعها بالكربونات. طيب هلا هي الفاصوليا العريضة اذا جبت بكرة لا بدي انقعها، بنقعها بالمي بس ما بحط لها كربونات قبل. ممنوع يا عيني، بيروح غذائها كله. طيب شيف انطوان انت مش معلمنا انه ننقع. يا عيوني بعد مش عم نفهم على بعضنا. ننقع الحمص بالمي. ننقع بالمي 10 ساعات او 8 ساعات. بس بدنا نصفيه من المي وبدنا نحطه بالطنجرة. روقي شوي. منكب المي. رايقة رايقة. منكب المي. منرشه كربونات. ايه. نخلطه. نتركه. 10 دقايق. 10 دقايق. نرجع منحطه. نرجع منغسله. ايه. 4 مرات ليقيم الكربونات منه. نرجع نسلمه يعني راح الكربونات منه. شايف انطوان حفظته. بس هلا علي هاي الفاصوليا العريضة ما بدها كربونات ولا بعد الغسيل ولا قبل الغسيل. لا قبل ولا بعد ولا بالمستقبل. خلص يسلم تمك ويعطيك ألف عافية. تسلمي تسلمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تسلمي. عم ننقي الزعتر، بيتنقى من الشوايب بالورقة المهرية، الضلع السميك والباقي بنستعملهم. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو. يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا فيك يا عيوني. يعافيك عيني. بدي اسالك عن يخنه الفاصوليا الصوبريه. نعم. شو بحطوا لها بهارات؟ ملح، بهار اسود حلو، قرفه ناعمه. قرفه ناعمه. يخنه الخضار شو بحطوا لها بهارات؟ بهار اسود حلو، كمان قرفه بس قليل، اقل من هيدي. أقل. نعم. بالفريكي كم كوب لأربع أشخاص؟ نعم. بالفريكي كم كوب لأربع أشخاص؟ كم كوب لأربع أشخاص؟ بديك 3 كواب ونص. 3 كواب ونص. نعم. طيب موساكا توس بولونيز كيف بعملها؟ بصل ناعم. أيوة. توم ناعم. توم ناعم. مقليين بالزبدة. أيوة. بعدين بتضيف عليهم لحمة مفرومة خشن. أيوة. بعدين بتضيف عليهم طحين، شو ملعقة كبيرة طحين، ملعقة كبيرة، تطحني راسين بندورة.
بندورة العين الكهربائية بتضيفين على عيون؟ ايوه مع ملعقة رب البندورة وملح وبهار ابيض. رب البندورة وملح وبهار ابيض؟ نعم. اوكي عيني، شكرا كثير عيني، تكرم عيونك واهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك عيني، اهلا فيك، يلا باي باي. ومناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور شيف. بونجورين، يا اهلا وسهلا. بس بدي اسالك عن سلق الحبوب، انا ما بعرفها للطريقه عن الكربونات وهيك، فيك تعدلنا؟ رح سكر الخط لاسمعك. ان كنا عم نسلق اي نوع فاصوليا، اي نوع حمص، ميرسي، بدهم ينقعوا بالماي بين 8 و10 ساعات. الفاصوليا ابدا ما منضف لها اي شيء، دغري منسلقها مع مي وملح. الحمص من بعد ما ينقع 8 ل10 ساعات تتصفى ميته. للكيلو بينضاف ملعقه صغيره ونص كربونات وبينخلط بالايد مزبوط، وبيتعير الوقت بين 10 دقايق و12 دقيقة حسب نوع الحمص. نرجع منغسل الحمص بالماء نضيفي مدة 3-4 مرات أقل شيء لتروح أثار الكربونات منه. نرجع منغمره بالماء نضيفي مع ملح ومنحطه على نار قوية، بس يغلي منغطيه ومننوص النار ومنتركه 40 دقيقة بيستوي معنا الحمص، والفاصوليا 50 دقيقة تستوي معنا الفاصوليا. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. هاي الزعتر خلص، رح نتوقف مع محطة إعلانية ونتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. هلا بنخلطها، تكون استوت على البخار، استوى الدجاج، اصبع مثل المضامر اتصلت جايين قريبين من كندا وبيحبوا اللحم، بيبدلوا الملفوف الاحمر بالابيض. ليه؟ لمشان نحن مشان نعطي الوان حلوه استعملنا هالطريقه. هن لانه بيستعملوا لحم، اللحم غامق لونه، بده يفتحوا بالملفوف، وما في فرق بين الغذاء حتى الملفوف الابيض هو بيغذي اكثر. ناخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجورين، كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معي؟ ان شاء الله معك مدام سرور. يا اهلا وسهلا فيك يا مدام سرور. ايه شيف انطوان، بدي عندي سؤال لك، اذا عم بعمل كستر او مهلبيه وشدوا معي انا عم بغليهم، في تزيد المي؟ كبسه. الو مدام. نعم. عم تساوي كبسه؟ كستر، كستر او مهلبيه. كستر اذا طلعوا شوي شديد انا عم بعملهم، بقدر زيدهم مي؟ ايه اذا شدوا فيك زيدي شوي صغيره مي. هلا اصولا حليب، اذا ما عندك حليب شوي صغيره مي. لا فكري انا ان ما بيمسلوا يعني او شيء، ولا بيضلوا عميهم؟ لا ما بيصير لهم شيء، بس بدك ترجعوا يغلوا، بدي نرجع بس تضيفي مي من شان بس تسكبيهم ما يمصلوا، لازم يرجعوا يغلوا. نعم. بعد عندي سؤال، سؤال صغير، بكون عم بعمل بحمر فريريج مثلا، نعم. حطه بالطنجرة عم بحمره، بتقبع القشرة مع انه بكون استوى ثلاثة من شو بتقبع؟
تبع بحطيتيها على زيت مش حامي. نعم. حطي قطع الدجاج على زيت منه حامي. مدام. نعم. لازم يكون الزيت حامي بتبطل تقبع معي جلدة الدجاج. ايه ما انا بكون حامي بكون حامي ما بعرف بيجي تقلبه بتقبع الجلدة معه. قلت انا بدي اشوف له طريقة غير. بتكون بعد ما نضجت الطبقة يلي حطيتي الدجاج عليها جيتي قبل بوقتها عم تشيليها بتخزق معي. بدها تستوي يعني. اول شيء عدة عوامل. اول عامل يلي هو الزيت بده يكون حامي. نعم. يعني شغلة مش نضل نقلبها. تتركيها لتاخد كوش غطاء من اللون. نعم. الاشقر الفاتح. ساعتها بتقبع بس تقلبيها بتقلب معك بكل سهولة. يسلم وديتك يسلم وديتك. تكرم عيونك تكرم عيوني. تكرمي. هون عندنا الفاصوليا عم تستوي. هلا في بالسوق مش هلا بعد شوي صغيرة بتبلش الفاصوليا الخضراء. يعني بس يبلش شهر تموز بتبلش تطلع فاصوليا خضراء بقطفوها عريضة. نطبخها دغري هيديكي ما بدها نقع بتطلع كتير طيبة لإلها. يعني أنا حاولت لاقي اليوم بيروت ما لقيت منها. يا حركي التحريكي هايدي وقف النار لأنه صارت منيحة. تفيت النار عنا يترك النار فقط للفاصوليا لهي تكمل نضجها. منذكر التناجر كل اللي عم نستعملها هي تقدمة من شركة تفال. نشكرهم لتلفزيون لبنان وبرنامج مأكول الهنا وكمان الغاز والفرن والميكروويف والشواية من عند عبد الطحان كمان منشكره. هون طفينا بس بعده البخار. ها البخار بضل يطلع. هلأ فيي شو أعمل شغلي منشان ما تنشف كتير معي. جيبي شوي من مية الفاصوليا وبحطهم هون تطلع مسخسخة. هاو الزعتر الأخضر بحطهم هون. نمسح طاولتنا. بعد هالأكل أنا ما حطيت له لا ملح ولا بهار. منحضر بهالوقت جاط يلي بنسكب فيه الأكل. منحط من هاي الميلي ورقة ملفوف أحمر ومن هاي الميلي ورقة ملفوف أحمر. هلا نطفي النار عن الفاصوليا. منشيل الفاصوليا منحطها فوقهم. عم يطلع شوية ماي ما بيأثر لأن بدي نفت ماي تغلي معها. أنا برجع بدور النار ومناخد اتصال جديد. ألو.
أهلين. ما كيفك؟ منيح. طمني كيف العائلة كلهم بخير؟ الحمد لله. هلا أنا معك أبو هيثم من السعودية. أهلا وسهلا فيك يا أبو هيثم، تحياتنا لإلك. احنا من المعجبين فيك وحبيت اسلم عليك. شكرا، كلك ذوق، ومن لك عيد اضحى مبارك. يلا من حسن لاحسن ان شاء الله بالتوفيق. شكرا، بشكر محبتك ومعزتك حبيب القلب. في امان الله. السعودية. شكرا حبيبي. هؤلاء عم يغلوا مع بعضهم. هون الزوم بعد في شوي بدي اياهم كمان ليستووا معه. كمان بعد الزعتر شفتوا ما حطيته. ليه؟ اذا بحطه بكير بيسود، بيغير لونه. لحتى للمدام اللي حكتنا بتستعمل بقدونس كمان اخر شيء بتحطه، اخر دقيقة ليضل لونه خضار. نحن ناكل البقدونس ناي تبولي بنزين فيه، ما في مشكلة يعني. وهو الزعتر نفس الشيء، ممنوع منه سلطة، كمان آخر شيء غلوة وحدة بس معهم بيكون موجودة. هلا رح بلش حط لهم ملح، أنا هون مش حاطط بعد. وبناخد اتصال جديد. ألو. بونجور. ألو. ألو بونجور. بونجوريني، أهلا وسهلا. كيفك شيف أنطوان؟ معك أمان. سمر معي؟ أمل. أمل، يا أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. بس تيز بدي أسألك، ليش منحط ملح للحبوب نحن وعم نسلقهم؟ لا، لثلاث أسباب. أول سبب، إذا حطيتيها بالبراد وقطع عليها أكثر من ثلاث أيام، إذا ما فيها ملح بتحمض. أوكي. ثاني سبب، وقت بتحطي ملح بقلب الحبوب عم تشرب الحبة ملح، بس تحطيها مع الأكلة تطلع طعمتها أطيب. السبب يلي بيكون كمان أحلى وأحلى لإلها، إنه هالحبوب نحن بس نحط مع المي ملح عم تتجانس مع بعضها وبتصير تهدي معنا وقت أكتر. أوكي، ميرسي كتير. عندي سؤال تاني عمول معروف. تكرمي بس علي شوي صوتك لأسمعي. إيه أوكي، عندي سؤال تاني عمول. نعم. معروف. بس بدي اقول لك انا اخذي من عندك روسيت المعمول. نعم. هي ذاتها بنقدر نعملها معمول مد؟ هي ذاتها معمول مد. نعم. وروسيت التمر كمان من قلنا نحن انه بس فرخه ومن دون سكر بقلب العجينه. بعدني عند كلامي ما غيرت. اوكي، ميرسي. تكرم عيونك، اهلا وسهلا فيك. تكرم عيونك. هلا هون بعدنا بالخشب اللي قطعت عليها الزعتر او نقيته لانه هو خالص، بمساحة نتف صغيره، وبرجع للزينه شوي من ملفوفي قطعه، بشيل منها ضلع السميك، وبفرمها ناعم هلا بحط شوي زعتر معهم اخضر للزيني، هلا هودي الزعتر بحطهم هون، نقلبهم حركي معها، نرجع منغطيها. وهودي خلص.
هلا دقيقتين وبنسكب، بس خليها تاخذ النكهه الخضار مع بعضها. بهالوقت رح نشوف المقادير عبر شاشه تلفزيون لبنان. حبيبي عايز صارت مع بعضها بتشهي، نرجع بنتركها حوالي دقيقتين تغلي مع بعضها لكل المكونات تتداخل النكهة مع بعضها بقلبها. النكهة كتير مهمة انه تصير كلها سوا موجودة بقلب بعضها. عفوا. عفواً هون عم نخلطهم مع بعضهم، وهول الزعتر في شيء الورق عن بعضه ما خليه عنق، بمد أكتر معي على الوجه. ومناخد اتصال جديد. الو الو بونجور بونجورين. وثلاثة واربعة بدي اعرف كيف بيعملوا التشيز كيك. كيك تشيز كيك بس. تكرم عيونك. يلا اول شي فينا نسوي تشيز كيك مع بيض، وفينا نسويه بلا بيض. هلا ايام الصيف يلا بلا بيض. بتجيبي بسكوي ديجستيف تطحنيه ناعم، تضيفي عليه قطعة زبدة دايبة، تفركيهم مع بعضهم، بتجيبي القالي تبع تشيز كيك بتحطي الطبقة عليها، بتجيبي جبنة إكرامي مثل الفيلادلفيا السكربوني الأصناف هيدي، فيك الكيري كمان، فيك البوك، كله بيمشي. تخلطي بالاول الجبنه لانه بدنا 400 جرام جبنه، وبدي لها الكميه 400 جرام كريمه. تخلطي بالاول الجبنه هاي بلا بيض عم نساوي هلا، اوكي؟ تخلطي 400 جرام الجبنه مع 200 جرام من الكريمه، بتحطي معهم اربع ملاعق سكر، ملعقه اكل، وبتحطيهم طبقة فوق البسكوي، بتحطيها بقلب البراد شو نص ساعة. بهالوقت 200 جرام الكريمة اللي بعدهم عنا بكونوا مسقعين، بتحطيهم بوعاء مسقع كمان، بتضربيهم بالخفاقة، وبتضيف عليهم أربع ملاعق كمان سكر بودرة هالمرة، هوليك سكر عادي، ولتصير عنا كريم كشانتية. بتطلعي القالب من البراد، بتحط عليه طبقة الكريمة على وجهه، ترجعي بتحطيه بالفرن، عفوا بالبراد، أقل شيء ساعتين ثلاثة قبل ما تبلش تشيلي وتقطعي. هلا إذا بدنا نستعمل تشيز كيك لمناسبة، يعني مش نحن أهل البيت مع بعضنا، عندنا مناسبة وعندنا شوية ضيوف، يفضل إنه نحط معه ورقتين جيلاتين أو ملعقة أكل بودرة الجيلاتين، منحطها مع الجبنة ومنكون مدوبينها بشوية مي فاترة وضفناها عليها. شو بيساعد؟ وكل ما بنقص قطعة نمسح السكين بمي سخنة بفوطة فيها مي سخنة، ومنقص لتطلع معنا جالسة وما يلزق معنا البسكوي. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك.
هون لك كيف صار عنا. دجاج بالزعتر والفاصوليا نسكبها شايفين غير الزعتر شو ثلاث دقايق وبعده أخضر يعني بنضيفه آخر شيء بس نضيفه آخر شيء بيمزج مع نكهة الصلصات والأكل وبيضل موجود النكهة موجودة فيه واللون موجود فيه طبق بشهي هلأ على موسم الفاصوليا الخضراء العريضة كتير بشهي كتير مليح ساحلا يمكن طلع الفاصوليا هي العريضة بس بالجبل بعد وأنا حاولت جيبه من الجبل اليوم لأن بحب كل شيء بلدي وطازة ما توفقناش هلأ بخلط إلنا شوي من الملفوف الأحمر مع الزعتر على الوجه ومنزين فيها طبقنا هيك بيكون صنفنا يلي هو دجاج بالزعتر والفاصوليا انتهى على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام من إلكم أضحى مبارك ينعاد عليكم بالصحة والعافية وراحة البال ويحل على وطننا لبنان السلام على طول احضرونا عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن إلكم باي باي.